السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، يعني سألت عن أول ليلة من الليالي العشر، حتى ولو هي من 21 مثلا أن نبدأ، لكن تخيلوا والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها من يعني في البداية، كان يتحراها في أول عشر من رمضان، ثم يعني لما قال لها أنه الذي تطلبه ما زال يعني، فانتظر واعتكف العشرة الثانية ثم في العشرة الأخيرة. فتخيلوا أن رب العالمين ما قال لنا، وللنبي صلى الله عليه وسلم ما وجهنا أنه في عشر أواخر، كان لابد منا أن نطلبها كل شهر، فما نستخسر بأنفسنا العشر الأخيرة. أوصيكم ونفسي أخواتي بأنه تستغلوا كل لحظة، خاصة بالليل، يعني الإنسان يستغل النهار أيضا، لأنه من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجعلي صيامك فيها أيضا مثمرا، لكن اجتهدي كل الاجتهاد في الليل، لأن الليل يعني حري بك إن اجتهدت كل هذه الليالي أنك بإذن الله ستصلين إلى ليلة القدر. أكثر من قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حين سألته. أيضا أكثر من الدعاء، أضعي كل أمالك وأحلامك ومخاوفك والأمور التي يعني تتمنينها أو ترجينها، برنامجك وخططك وأهدافك كلها ضعيها بين يدي رب كريم، وقولي له يا رب أريد كذا وكذا، أتمنى كذا وكذا، أعزم على كذا وكذا، فيا ربي وفقني. هذه نصيحتي يعني لكم أخواتي، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سور متقابلين. أيضا أكثري من الدعاء لصديقاتك وأخواتك وحبيباتك ومن تعلمين أنهن قد يغفلن على أنفسهن. تذكري أهل المعاصي من أهلك، وعلى الأقل يعني أقل شيء تفعلينه لهم أنك تكثرين الدعاء لهم، كما أن النصح أيضا واجب. وفرصة رمضان وهذه العشر أن تذكريهم برسائل أو بكلمات أو بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن يتذكروا ويغتنموا هذه الفرصة العظيمة. أيضا أكثري من تلاوة كتاب الله، دعي لك وقتا خاصا مع كتاب الله بفهم وتدبر، وأنك تقرأينه، حاولي يعني أن تقرأي ممكن ثلاثة أجزاء إن استطعت ووجدت أنك قد لا تحرمي نفسك من فهمها وتدبرها، لما لا يمكن أن تقرأي ثلاثة أجزاء يوميا، والوقت طويل الحمد لله، استغلي في تلاوة كتاب الله. كما أنه من الأهم من القراءة أن تحاولي أن تقرأي وتسمعي وتتدبري بعض الآيات التي يعني تقرع قلبك، أو حتى بعض الآيات التي تشكل عليك ولا تفهميها، ابحثي عن تفسيرها، اسمعي درسا عنها، وسيكون بإذن الله لعله يحسب لك مجلس ذكر في محاولة فهم وتدبر ومدارسة كتاب الله. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها كثرة الذكر، الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة يعني هذه الكلمة القوية التي بإذن الله يعني تجعلك تتجردين من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. قولي له يا ربي أني صفر، أنا لا شيء، يا ربي أريد أن أطيعك فأعني، أخاف أن أعصيك فنجيني، يا ربي أعوذ بك من فتنة تحول بيني وبين التوفيق، وبيني وبين العتق، وبيني وبين رحماتك، فيا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اسأري لله، إلجئي إليه، توكلي عليه، ابذلي كل جهدك لأن ترضيه، وابذلي كل جهدك لأن تضعي كل أمورك التي تريدينها، وكل مخاوفك التي تخافين منها، وكل صعوبات حياتك بين يدي الله، حتى لا تضيع أعظم فرصة، لا تضيع أعظم فرصة، لأن الله قد أحياك لهذه العشر، بينما ذهب الكثيرون يتمنون لو يعودوا إلى الدنيا ليسبحوا تسبيحة أو يكبروا تكبيرا أو يحمدوا الله تحميدا أو يهللوا تهليلا، وهي الفرصة أمامك لأن تضاعف لك الأجور وأن تكتب لك الحسنات الكثيرة، فلا تضيعيها، والله العظيم إنها فرصة عظيمة، والمغبون والمحروم من دخل فرصة كهذه وخرج فارغ اليدين صفرا خائبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، ثم انسلق قبل أن يغفر له. وفي رمضان ليس هناك فقط إنسان غير رابح، بل هناك رابح وخاسر، ومن لم يربح رمضان فهو الخاسر أيما خسارة. تخيلي لو أنك في موسم تسمعين عن صفقة أو عن مثلا تخفيضات،
ستجدي أن الجميع سيذهب مسرعا من أجل تلك التخفيضات. مثلا شيء يعني بدينار، تجي مثلا ب100 دينار، أنت تجدينه مثلا ب50 دينار فقط، النصف. والله تسارعين أيام مسارعة، فما بالك بهذه الصفقات الرابحة التي وضعها الله لنا في هذا الشهر بالذات، ليقول لنا أنني لا أريد أن أخرجكم من هذا الشهر بدون مغفرة إلا إن أبيتم. فمن ذا الذي يأبى مغفرة الله؟ من ذا الذي يأبى أن يصلح ماضيه مع الله، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يكتب معتوق الله من النار؟ وما معنى أن يعتقك الله من النار؟ أن تكتب محرما على جهنم لا تدخلها أبدا. فأي خسارة أن تضيعي ربحا كهذا؟ والله إنها عين الخسارة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، و الغاية من رمضان هي التقوى، فحققوا التقوى، أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. لا تضيع الوقت في سفاسف الأمور، لا تكثري من الكلام ومضيعة الوقت، بل استغلي كل لحظة، واسألي الله بداية أن يوفقك. كما أن الصلاة، اجتهدي في صلاتك، اجتهدي في قيام الليل، وتذكري أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم يكن عليك يعني عمل كثير أو أمور صعبة التي تمنعك من إحياء الليل، فأحيي ليلك، استغلي كل ثانية وكل دقيقة في هذه الأيام. وكما نقول طبعا، هذه أهدافنا وهذه أمالنا، لكن التوكل بداية على الله. وحذاري، إن فعلت كل ما نويت أو فعلت بعد ما نويت، أن تظني أنك فعلت شيئا، أو تعجبي بنفسك، أو تمنين على الله إسلامك. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فهذه وصيتي لكم، لا تنسوني من دعائكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأشهد الله أني أحبكن فيه. جمعنا الله في الفردوس الأعلى برحمته، إنه على كل شيء وكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.